يا من اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم ولهم عذاب عظيم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. السارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. الله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. حافظ. الله على كل شيء قدير. حافظ. والله على كل شيء قدير. الله على كل شيء قدير. ومن الذين قالوا ومن الذين قالوا يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فلن تملك له من الله شيئا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يا فأولئك هم الكافرون. إنا من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فلن تملك له من الله شيئا. Oh yeah, I know my mistake. Yeah, it's something أن يطهر قلوبهم. Yeah. ولن يجعل. Okay, wait. فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. Oh, sorry. سماعون للكذب سم
سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. ومن الذين قالوا إن وإن تعرض عنهم وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فأولئك هم الكافرون. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، مصدقا لما بين يديه من التوراة، فيه هدى ونور، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. Okay.